غادة عادل، ممثلة مصرية معروفة، تخرجت من كلية التجارة وبدأت بالوقوف أمام عدسات الكاميرات من خلال الإعلانات، واشتهرت بأداء الأدوار الدرامية والرومانسية، كما لعبت بعض أدوار الأكشن، الأمر الذي جعلها تثبت الموهبة الكبيرة التي تمتلكها. ولدت الفنانة المصرية غادة عادل في يوم 25 ديسمبر سنة 1974 في مدينة بني غازي الليبية، لعائلة مصرية مسلمة تعيش هناك بسبب عمل والدها، وتربطها صلة قرابة مع الفنانة المعتزلة شمس البارودي، فهي الأخت غير الشقيقة من جهة الأم لوالدة النجمة المصرية. وعاشت غادة طفولتها يتيمة الأم بعد وفاة والدتها وهي تبلغ من العمر سنتين فقط، حيث أكملت حياتها وتربيتها مع زوجة والدها الذي تزوج بعد فترة قصيرة. ودرست غادة جميع المراحل الدراسية الأولى في المدارس الليبية إلى أن تخرجت من الثانوية العامة مع معدل جعلها تكمل دراستها الجامعية في كلية إدارة الأعمال في جامعة قار يونس في المدينة، وحصلت منها على شهادة البكالوريوس. عادت غادة عادل إلى مصر في عام 1995 مع والدها وزوجته لتبدأ حياتها المهنية بعد ما يقارب السنتين من عودتها إلى مصر، حيث بدأت في الظهور في بعض الإعلانات للعديد من العلامات التجارية في مصر، كما ظهرت في أكثر من فيديو كليب مع النجوم المصريين، ولعل أبرز هذه المشاركات كانت في فيديو كليب تخسري مع المطرب هاني شاكر. وفي نفس العام شاركت النجمة المصرية أيضا في مسلسل فوازير أبيض وأسود. قدمت بعد ذلك عدة أدوار بسيطة إلى أن جاءت الفرصة الحقيقية التي نقلتها إلى عالم الشهرة، عندما قدم لها المخرج الكبير جمال عبد الحميد دور في مسلسل زيزينيا مع كبار نجوم الدراما المصرية مثل الفنان يحيى الفخراني والفنان أحمد بدير. وكانت غادة أيضا من بين الشباب الذين شاركوا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بطولة الفنان محمد هنيدي، الفيلم الذي حقق نجاحا باهرا على مستوى السينما المصرية وكان سبب في شهرة النجمة غادة عادل. نالت شهرة واسعة بعد نجاح الأعمال التي قدمتها وأثبتت الموهبة الكبيرة التي تمتلكها، الأمر الذي جعلها تنطلق نحو الصف الأول بين الممثلين في مصر والوطن العربي خلال وقت قصير. قدمت الفنانة غادة عادل الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الممتدة حتى هذه اللحظة، كما قدمت العديد من أدوار البطولة سواء في السينما أو التلفزيون. ومن أبرز أعمالها التلفزيونية شاركت في مسلسل وجه القمر ومبروك جالك قلق وفرح العمدة، قلب ميت، سرايا عابدين، مكان في القصر، الميزان، عفاريت عدلي علام، منورة بأهلها، أحلام سعيدة. أما بالنسبة لأعمالها السينمائية فشاركت في فيلم الباشا تلميذ، جعلتني مجرما، في شقة مصر الجديدة، ابن القنصل، على جثتي، هروب اضطراري، نادي الرجال السري، كازا بلانكا، ولاد رزق في جزءه الثاني، وأخيرا الخطة العايمة. أما عن حياتها الشخصية فتزوجت الفنانة غادة عادل من المخرج المعروف مجدي الهواري سنة 1998، فقد كان هو من أظهر موهبتها وجعل الجمهور يتعرف عليها، حيث أخرج وأنتج لها الكثير من الأعمال الفنية، واستمر الزواج لمدة قاربة 20 عام، رزقت فيهم بأولادها الخمسة وهم محمد وعبد الله ومريم وحمزة وعمر، وانفصلوا سنة 2018 بعد ظهور بعض الخلافات بسبب المجال الفني.